كل التوقعات تشير أن الضربة قادمة من العراق أو من بس من إيران الضربة هذا هكذا يقال. لربما سوف تكون الضربة قائمة من الجمهورية الإسلامية، لكن لربما سوف تكون من الجانب العراقي أقل وطأة في هذه القضية باعتبار إشراك الجانب العراقي بالرد على الكيان الصهيوني سوف يحرج الحكومة العراقية، ولا ربما أيضا سوف يدفع ليش يحرج الحكومة العراقية؟ اليوم بيان الحكومة العراقية يعني اللي يقرأه يعتقد بأنه العراق خلص عنده موقف والموقف مستمر عليه واضح ونفسه، والآن عندنا اعتداء من الكيان الصهيوني ويجب رده. هذا الاعتداء اللي صار بالعراق يندرج ضمن الاعتداءات اللي نفذها الكيان الصهيوني في نفس الوقت. لا احنا نريد موقف الآن من الحكومة العراقية. ممكن قبل قليل بسؤالك استاذ محمد ايش قلت؟ قلت ما تحدثت الحكومة العراقية في بيانها عن ما حدث داخل العراق. ايضا كان هنالك استهداف لقيادات في الحشد الشعبي، كان هنالك استهداف الى مواقع اسمها عراقية. لماذا رسمية اصلا؟ لماذا لم يتحدث حقيقة الناطق عن الحكومة العراقية بهذا الموضوع؟ لماذا حاول أن يذهب حقيقة إلى مواضيع إقليمية ودولية للحديث عنها؟ وبالتالي أنا أعتقد كان من الضرورة أن يكون هنالك موقفا حكوميا من ما يجري على الساحة العراقية أصلا. إذن من خلال هذه القراءة تحاول الحكومة العراقية أن تأخذ الواقع العراقي وتضعه في خانة بعيدة عن التداول في هذا الموضوع. لربما هنالك أحاديث جانبية وخاصة ما بين الحكومة العراقية وما بين الجانب الأمريكي بهذا الموضوع. مجمل حقيقة ما أريد أن أصل لها في هذا الموضوع، أنا أعتقد أنه العراق هو الجسر الرابط لتقليل يا أما زخم المعركة أو تجنيب المنطقة حرب باعتبار ما كان هنالك ردا كبيرا وردا معنويا يعني خاصا ودقيقا في هذا تسحب المنطقة إلى الحرب.